ابيض ابو ابيض هو على بقه مفتوح واللسان مفتوح. تعال هنا محمود بص فين ابو علي صور حلوان. ايوه يلا ارجع ورا وصوره حلوه احمد. صوره حلوه. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومشاهدي تلفزيون اليوم السابع. احنا معاكم من محافظه الاقصر، معانا مجموعه من الشباب النهارده بينظموا يوم رياضي تزامنا مع ذكرى 30 يونيو، بيحتفلوا مع بعض وبيستمتعوا مع بعض في يوم رياضي ومميز ومباراه كرويه ممتعه. هنلتقي بعض من الشباب منهم. تمام، هنلتقي بعض الشباب يكلمنا اكتر عن اليوم النهارده وعن الحدث وازاي شباب المحافظه النهارده بيستمتعوا بهذا اليوم وقرروا ان هم ينظموا يوم رياضي باسم 30 يونيو في ذكرى الاحتفاليه والثوره المجيده. اتفضل. احنا عرفنا نفسك الاول. انا احمد شوقي ابن من ابناء محافظه الاقصر. احنا اليوم عباره عن يوم رياضي، قررنا ان احنا يكون يوم مختلف يعني يوم عن المالوف. حبينا ان احنا نحتفل بثورة 30 يونيو والثورة المجيدة اللي انقذتنا طبعا من نفق مظلم كنا هنخش فيه وطلعنا من بؤرة الارهاب. وطبعا احنا بما ان احنا محافظة سياحية ذات طابع سياحي تأثرنا شوية، طبعا الموضوع كان صعب علينا شوية، والحمد لله حاليا بنعيش فترة كويسة جدا بالنسبة للقطاع السياحي، في انتعاش شوية. احنا محافظة يعتبر اعتمادنا كله على القطاع السياحي، فحبينا الفكرة جت الشباب اللي احنا نتلم النهاردة كلنا مع بعض كيوم رياضي. الرياضة مهمة جدا طبعا، واحنا شايفين اهتمام من الدولة ومؤسسة الدولة بالرياضة والتطوير اللي حاصل يعني على مستوى الجمهوريه سواء في ملاعب او في مختلف القطاعات الرياضيه. فطبعا اليوم كان مختلف وحبينا ان احنا نشارك اليوم ده مع اصحابنا، واللي احنا نقول لا احنا طبعا مع القياده السياسيه والدوله في اللي بيحصل. الموضوع مهم جدا، الدوله بتتحرك والحكومه بتتحرك وعامله شويه مشاريع مهمه جدا، والناس بس هي محتاجه صبر شويه، وان شاء الله باذن الفتره الجايه ان شاء الله يعني الحصاد هيكون ان شاء الله كله خير على الكل ان شاء الله. شكرا. زي ما انتم شايفين يعني ابناء محافظه الاقصر بيحتفلوا مع بعض وبيستمتعوا بهذا اليوم الجميل، ويعني عاملين يوم رياضي باسم 30 يونيو تزامنا مع احتفاليه مختلف ارجاء محافظات مصر ب 30 وذكرى ثوره 30 يونيو. عدد من الشباب قرروا ان هم يعملوا النهارده دوره رياضيه ويوم رياضي مختلف، بيستمتعوا مع بعض الحث على ممارسه الرياضه ولعب كره القدم والحفاظ على الصحه، وده من توجيهات طبعا الدوله ووزارة الشباب والرياضة. زي ما انتم شايفين احنا موجودين في احد الملاعب في احد ملاعب الشباب محافظة الاقصر، وبرسم لكم اجواء مميزة وبداية المباراة مع الشباب اللي بيحتفلوا النهارده بالذكرى على طريقتهم الخاصة. نلتقي بعض الشباب هيكلمنا النهارده عن اليوم الرياضي. عرفنا بنفسك. يحيى جمال محمد. قلنا النهارده اليوم بقى والحدث والفعاليه مع بعض، انتوا مجموعه من الشباب قررتوا تعملوا يوم رياضي مع بعض وتحتفلوا تزامنا اللعبة مع ذكرى وثورة 30 يونيو النهارده في مصر. يوم شبابي نحتفل به جميل ان شاء الله، يوم رائع ان شاء الله وربنا يتممه على خير، كله بمناسبة 30 يونيو ان شاء الله. موفقة بطل. ان شاء الله. شكرا لك يا صديقي. أجواء لطيفة، النهاردة طبعا محافظة الأقصر احتفلت صباح اليوم منذ الصباح الباكر فجرا في مطار البالون، وخرجت رحلات البالون بالأفواج السياحية من حول العالم وهي تحمل طبعا علم مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي تزامنا مع ذكرى 30 يونيو. وكمان استمر اليوم بفعاليات وفي مختلف أرجاء المحافظة المؤسسات والأحزاب وكل الشباب في كل مكان كانوا بيحتفلوا باليوم النهارده. ثم مساء تم تنظيم فعاليات كرنفالية داخل ميدان سيد أبو الحجاج الأقصري ورصدناها على تلفزيون اليوم السابع. احتفلوا مع بعض بهذا اليوم المميز تجمع وتحالف الأحزاب في محافظة الأقصر، نظموا يوم جميل في ميدان أبو الحجاج. وزي ما أنتم شايفين أمامكم دي فعاليات يوم رياضي بينظم الشباب مع بعض تزامنا مع 30 يونيو بيحتفلوا بهذا اليوم. قرروا تشكيل يعني فريقين ما بينهم وبيستمتعوا وبيحتفلوا بالذكرى على بركاتهم الخاصه، للحث طبعا والتاكيد على ان ممارسه الرياضه هي التي تبني الشعوب والشباب في مختلف ارجاء مصر والعالم. Okay.
مشاهدينا ومشاهدي التلفزيون، اليوم السابع رصدنا لكم سريعا فعاليات يوم رياضي نظموا ابناء محافظه الاقصر باسم يعمل اسم 30 يونيو. النهارده بيتجمع عدد من الشباب على هذا اليوم في ذكرى ثوره 30 يونيو بالاحتفال على درجاتهم الخاصه ومارس الرياضه المعشوقه لديهم في احد مراكز الشباب بمحافظه الاقصر. التقينا بالشباب اللي يعني مستمتعين بهذا الحدث المميز وبيحتفوا على طريقتهم الخاصه بهذا اليوم، ويؤكدوا لكل شباب مصر ان مصر ممارسه الرياضه واحده من اساسيات بناء الشعوب وبناء مستقبل الشباب. كان معاكم في تلك الفعاليات اللي رصدت على تلفزيون اليوم السابع من داخل محافظه الاقصر احمد مرعي مراسل تلفزيون اليوم السابع. Thank you.